طبعا دانيال دينيت الفيلسوف البيولوجي الامريكي الملحد عنده قصه مشهوره جدا، قصه مشهوره جدا يتخيل فيها نفسه وقد نزع دماغه من بدنه ايها الاخوه ووضع في محلول يمكن حفظه فيه على غرار ما تحفظ الاكباد والكلاوة وهذه الاشياء الاعضاء المعروفه ايها الاخوه، تحفظ في محاليل معينه لاوقات. كيف لنا ان ندرك اننا في حلم؟ ليش هذا العالم حلم؟ لماذا هذه الحياه حلم ايها الاخوه؟ لماذا هذه الحياه حلم؟ قبل ان اجيب ساشير الى شيء اخر، هذه مسائل يتدخل فيها الايمان والكفر، اليقين والالحاد، الاثبات والنفي، العقل والحكمه والغباء والبلاهه، البصر والبصيره، والعمى والانطماس. نسأل الله أن يبصرنا ظاهرا وباطنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يتحدثون هنا أيها الإخوة، وطبعا هذا أحد كوابيس العصر الآن، علماء وفلاسفة على أعلى مقام من أعلى مستوى في العالم، يقولون إمكانية أننا نحن الآن، نحن ومن نظن أننا نحن، وفي 2016 إمكانية أننا إسقاط لأحلام، مجرد ألعاب لعقول أخرى بشرية وربما غير بشرية، بس في الأرجع عندهم بشرية، وفي هذا العالم، في هذه الدنيا، في هذه الأرض، في هذا الكوكب، هذه العقول قد تكون في الواقع الذي لا ندرك ولا نعرف عنه شيئا تعيش سنة 2100، مش 2016، 2100 ميلادية، على ما بعدت 80 سنة من الآن، 84 سنة. طب إحنا إيش؟ هتقول لي هذا مثل أفلام ميتريكس وكذا. بالضبط، هو هذا المصفوفات. إحنا قد نكون كذلك، قد نكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا ويعطون كل منا دورا، قد نكون نحن مجرد أدمغة أيها الإخوة أفهمت أن لها أبدانا وأطرافا تحرك من آخرين، قد لا يكون لنا وجود حقيقي. شيء يجنن، شيء يجنن. طبعا دانيال دينيت الفيلسوف البيولوجي الأمريكي الملحد عنده قصة مشهورة جدا، قصة مشهورة جدا يتخيل فيها نفسه وقد نزع دماغه من بدنه أيها الإخوة ووضع فيه محلول يمكن حفظه فيه على غرار ما تحفظ الأكباد والكلاوة وهذه الأشياء الأعضاء المعروفة أيها الإخوة، تحفظ في محاليل معينة لأوقات، يحفظ هذا الدماغ، ولكنه وصل أيضا بأقطاب والإلكترودات كثيرة بجسمه الذي فرغ من دماغه، بحيث أصبح الجسم في مكان والدماغ في مكان على بعد مترين 3 متر، وحتى يمكن وايرلس ايضا، مش شرط عن فيه كذا، طبعا طريقه لاسلكيه يوصل هذا كله، تقنيات اصبحت كالمتاحه، يعني كالمتاحه على باب الاتاحه. يقول فنظرت الى نفسي، اتيت مع الخبير، مش معقول دانيال ينظر الى نفسه، طب انا نفسي، لكن مستحيل ان اكون انا نفسي ودماغي هناك، ما الذي يحصل؟ يحب ان يوصل اليك حقيقه، أن حقيقتك ما يعرف بالسول أو بالروح أو بالنفس، كل هذه الأشياء أشياء عصبية في الدماغ هناك، لم يأتي بشيء. الرجل لم يأتي بشيء، أمعن في تضليل نفسه وتضليل من يصدقه. تعرفون لماذا؟ قبل أن نفترض هذه الافتراضات، افتراض مشروعة، مشروع أن يطرح ما يريد، أن يتخيل ما يريد، في أشياء أعقد من هذا بكثير. لم يجبنا لا دينيت طبعاً ولا حملة جائزة نوبل في وظائف الأعضاء من قبل 50 سنة مثل سير جون إكليس وبينفيلد الكندي، وإلى الآن، إلى الآن لم يجبنا أحد جواباً يقتنع هو به، فضلاً عن أن يطمح في إقناعنا. كيف نبصر وكيف نسمع؟ وطبعاً كيف نتذوق وكيف نفس كل الحواس؟ حتقولوا لا سهلة، تعلمناها في الابتدائية، لا تعلمتها ولا بتعرف شيء، لا هم عارفين ولا أنت عارف ولا حدا فينا عارف. اللي بنعرفه إحنا يا إخواني ما بتعداش كثير ما عرفه العبقري الفذ إسحاق نيوتن، آيزاك نيوتن، قبل زهاء 300 سنة. نيوتن يكتب في الأوبتكس أو البصريات طبعة 1904، يكتب يقول أشعة الضوء إذا أردنا أن نتكلم بدقة أو بطريقة صحيحة وسليمة ليست ملونة، يقول rays to speak properly are not colored. عبقرية رهيبة. الضوء ليس ملونا، أشعة الضوء ليست ملونة، وبالتالي ليس شيئا في الكون ملون. انتبه، نيوتن يفهم هذا. واليوم أي عالم حائز نوبل في وظائف الأعضاء يقول لك هذا أبصم بالمئة، 100%. ليه؟
احنا درسنا هذا عاد واحنا في الاعداديه، سهل، حنشوف كيف سهل. سهل بفضل نيوتن، العبقريات الفذه. يقول لا يوجد فيها في اشعه الضوء اكثر من، لا شيء فيها، يقول in them there is nothing else than ايش؟ a certain power to stir up a sensation of this or another color, this or that يعني color. قال لا يوجد في اشعه الضوء اي شيء سوى قوة محددة، certain power، طاقة محددة، قوة محددة. حتى الماهية غير مفهومة طبعا، ايش هي؟ هو نفسه عجز عن عن وضع تعريف لماهية القوة او الطاقة، قال ما بعرف، بأصفها بس ما بعرف ايش هي. طبعا ما بعرف، ومين بعرف لحد الان؟ حنشوف مين بعرف. هذه القوة المحددة تعمل تحفيزا، stir up يعني تحفيزا للتحسس. تحسس ايش؟ دماغ الانسان، مش الشبكية، الدماغ، لهذا اللون أو ذاك اللون، this or that color. كلام 100% لم نتخطه إلى اليوم. إيش رأيكم؟ الباقي كله هوامش وتفاصيل، لم نتخطى هذا الفهم العبقري. 300 سنة لم نتخطه. حتى أكون واضحا معكم يا إخواني، وهذا الذي قاله السير جون إكليس، أكبر علماء على الإطلاق في القرن العشرين على الإطلاق، مش لأنه حامل نوبل، هو أكثر من نوبل بمرات. الرجل يقول ما يحدث أننا نتلقى أطوالاً موجية مختلفة. طبعاً طول الصادر عن جسم أصفر يختلف عن الصادر عن جسم إيه؟ أحمر، أسود، بنفسجي، تعرفون هذا، هي معناها الألوان، أطوال في الأخير، هي فقط فروق في الأطوال. نتلقى هذه تقع الشبكية في العصب المتصالب تذهب إلى الدماغ. إيش الدماغ يقول سير جون إكليس؟ قال مجرد علبة مظلمة شديدة الإعتام والإظلام، علبة هلام فيها زي الجلي هيك، هلام، ما شفت الهلام كيف؟ شفت البخاري، مظلم جدا. قال لا أحد يفهم مطلقا كيف يتم تفسير هذه الأطوال الموجية بألوان زاهية منيرة. كيف فهمتم؟ بدأتم تفهموا الآن كيف الإعجاز الرباني، هذا الإعجاز الإلهي، هذه القدرة إلهية، ولا واحد فهم إلى الآن كيف. العجيب أنك تعود إلى كتاب الله الأجل الأعز، لا إله إلا هو، فترى القرآن بكل وضوح وبكل مباشرية يقول لك منبها، هذا ليس مصدر الرؤية والبصر، هذه وسيلة، هذه وسيلة، منفذ للإبصار، هذه منفذ للسمع، كلها منافذ، خروق، ثقوب مهيئة فقط. طيب أين يتم الإبصار؟ في القلب. أين يتم السمع؟ مش في القلب، القلب هذا يعني اللي هو الفؤاد، اللي هو العقل يعني، قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون، في الدماغ الآن نقول. طيب هناك يتم، كيف يتم؟ لا أحد يفهم كيف يتم. مين اللي حط هذا السيتنج؟ أينشتاين يعني، مين اللي برمج المسائل بطريقة منذ البداية أنه خلق لك إيه؟ هذه الكتلة من الهلام، وضع فيها خلايا معقدة كثيرة جدا بالمليارات، وهذه الخلايا مبرمجة في داخلها على أن تترجم طولا موجيا كذائيا باللون الأصفر. في برمجة هنا، في معلومة منذ البداية، في وعي، في وعي قرر هذا. من الذي قرر هذا؟ من هو العقل بالتالي؟ من هو العقل الذي يعبث بعقولنا؟ فهمتوا الحين إيش قصة دانيال دينت مع قضية الحلم الذي نعيشه؟ كلنا نعيش في حلم، وهذا معنى وجود الخالق المقدر، لا إله إلا هو، مالك الملك ذي الجلال والإكرام. لست تقوم وحدك، مش أنت اللي قررت أن تخلق دماغك وجهازك العصبي على هذا النحو، لا أنت ولا غيرك، هناك من قرر وهناك من أراد. حتقول لي قرار حكيم وجميل جدا، أنا ممتن له، قرار جميل، كان ممكن أن أعيش كالخلد في عماء وفي ظلماء، أكتفي بسماع الأصوات ولكن لا أرى شيئا، ولا عين تشوف ولا قلب يحزن، لن أحزن على الألوان الجميلة التي لا أراها لأنني لم أراها أصلاً، لم أخبرها، ليس كذلك؟ أما الآن فستشعر بحسرة لو كان الأمر كذلك، لو كان، لو انقلب كذلك، وستكون بالتالي ممتناً لصاحب النعمة العظمى لا إله إلا هو، الفرد الصمد الأحد الماجد الواجد الحكيم المقدر لا إله إلا هو، هو الذي شاء. إذن هو لا يعبث بعقلك، لكنه مالك لعقلك لا إله إلا هو.